استكمالا لمباريات الجوله، اعلنت رابطه الانديه المحترفه المصريه موعد مباراه الجوله ال 22 لدوري نايل المقرر ان شاء الله انطلاقا الخميس المقبل 9 مايو، وهتاتي على النحو التالي. مباريات هذه الجوله لو بدانا من عند الاسماعيلي والداخليه هيلعب الساعه 4 باستاد الاسماعيليه، وعندنا سموحه وزد الساعه 7 مساء استاد الاسكندريه، دي مباراه الجوله 22 يوم الخميس. اما عن الجمعه هيبقى سيراميكا كليوباترا على موعد مع طلائع الجيش الساعه 4 باستاد المقاولون العرب، الجونه وفاركو الساعه 7 باستاد الجونه، مودرن فيوتشر بيستضيف البنك الاهلي الساعه 7 مساء باستاد القاهره. اما مباريات السبت، المقاولون العرب على موعد مع الاتحاد السكندري الساعه 4 باستاد المقاولون، المصري البورسعيدي على موعد مع بيراميدز، وده صراع كبير جدا حسب نتائج اليوم، الساعة 7 مساء باستاد برج العرب. بلدية المحلة على موعد مع الأهلي الساعة 7 باستاد غزل المحلة.